من زهرة الزنبق أو الليلي. كيف الزنبق معك؟ لا الزنبق خطير، متعوب عليك. أنا ممكن أروح بعد. وتطور نموها استوحى المصمم السعودي حاتم عقيل مجموعته الجديدة. اختار عقيل الأقمشة الفخمة ودمج القطن مع الستان والمخمل، وتنوعت الألوان بين الأخضر والليلكي والكحلي الغامق وغيرها من الألوان الداكنة، وعاد بقصات أزيائه إلى حقبة ثلاثينيات القرن الماضي. أنا أستمتع بقراءتك لأسماء وأنواع الأقمشة. كيف بس؟ لأنك تعطيها روح مختلفة. روح بالضبط. روح روح روحي. اليوم أصبح عليك بكلمات ولا تزعلين. المصمم السعودي حاتم عقيل، أهلا. يا هلا، كيف الحال؟ نورتنا من زمان عنك. شكرا. أول شيء شكرا أنك دخلت عالم الأزياء النسائية. تسلمي. من فترة. أول شيء أهنيكم أنه عندكم فوكس على الفن، خصوصا دحين البرنامج اللي شفتوا قبله، يعني هذا هو أساس الفن عندنا إحنا، يعني الديزاينرز الإنسبريشن دائما بيجي من الفن، من الفن جدا مهمة، فهذه يعني شكرا على هذه الشهادة. طيب من أنت كمان، بما أنه ذكرت الفن أكيد أنت تستوحي إما من الطبيعة، من لوحة، من صح. فن، فليش اخترت زهرة الليلي أو الزنبق؟ طبعا الزنبق هي وردة لما بتجيبيها بتكون مكفولة، وعشان ترمو بتاخذ وقت. الايفولوشن بروسس حق الليلي كله ما ترمي كله بتختلف. والحلو في الليلي ان الواحد لازم ينتظر عشان تكون بلوم، يومين ثلاثه الواحد يستلز بالورده اكثر. طبعا المناسبات الخاصه، الناس الغاليين عندي دائما بديهم ليليز، فقلت ليه ما ادي كمان زبايني نفس الكونسبت. احنا طبعا متخصص في التطريز، توبي فاهم دحين تخصصنا اللي هو التطريز اليدوي. فقلت ليه ما نعمل كولكشن على اساس اسمها فلوردولي. فلوردولي هي الزنبق، ويكون ليها كمان يعني افكت مختلف. طبعا التطريز الطريقه بعملها بكون مره يعني ما تكون تقليديه، تكون مختلفه، وفي درجات مختلفه. الكونسبت حق الكولكشن هذه كنا نبغى ندي ايفنينج اكثر، تكون يعني شيء نسائي، يكون ليل اكثر، سهرات اكثر. اخر كولكشن كان ممكن تكون يعني ديلي كاجوال، على اساس ان الزبونه تلاقي الشيء اللي يناسبها على حسب بصمتك موجودة كمان حتى في الأزياء النسائية. تسلم، شكرا. أتمنى أن هذا الشيء يكون واضح. النقشات لا واضحة، شوف شكراً. يعني النقوش هذه لعبتك خصوصا على الثياب. تسلم. فألاحظ أنه ألاحظ أنك حافظت على نفس الخط. على يعني الواحد كله ديزاينر أنا أتمنى أنه يفكر في موضوع السيجنتشر، يكون عنده السيجنتشر كونسبت حقه. طبعا اتس جريت ان يكون في انفلونسر، اتس جريت ان يكون في، بس لازم كمان الديزاينر يرجع يفكر في موضوع الكرافت، موضوع الديزاين نفسه والتكنيك. اتمنى ان هذا الشيء يكون باين معايا. وبعدين اتمنى كمان انه الناس تنظر الى العبايه، هذه ما اسميها عبايه، اسميها النون عبايه عبايه. أي. عشان الفكره هي انه ما لا عبايه، لا عبايه بالضبط، انه يعني الست المراه تبغى تتستر، ان كانت هنا، ان كانت في باريس، ان كانت في جده، اي مكان، وتكون انيقه مهما كانت، ان كانت عربيه، ان كانت اوروبيه. بعدين هي من مساله ست، حتى الأزياء الجديدة لاحظنا مصممين عالميين بدأوا يلتفتوا إلى أنه زي العباية أو طريقة العباية تلبس على كامل الجسم، يعني يعني مصممين دحين بدأوا في الموضوع. الفكرة هي أنه it's a long jacket، long jacket. أيوة بالضبط، إن كان الجاكيت ممكن تكون البحر، ممكن تكون الليل، ممكن تكون، فهي الفكره الواحد ما يتقيد ونغير البرسبشن عن الحضاره حقتنا، انه الناس ينظروا الينا كمان ان احنا ممكن نكون يعني زي مارني، زي برادا، زي اي ماركه عالميه. ممكن تسوي عرض، خذ ثوب واحصل على عبايه مجانا، انه اساس والله اساس ازواج يعني. والله احمل لك حمله تصديق، خذني في الماركتنج ترى حظبطك. والله نكون احنا فخورين، نكون فخورين. يعني الفكره هي مع حبيبنا يا مع الليديز، احنا نبغى انه الليديز يحسوا انه هم عندهم شيء مميز، ممكن يفتخروا به في اي مكان. لا والحين صرت انت كمان للازواج، انه تعال خذ وين تبغى. لا لا اصلونا رجاء، انا ما انا كامراه ما اخذ. مين اللي حيدفع يا ماما؟ مالي دخل، انا بدفع. ليش كلنا نشتغل احنا؟ يعني احنا اسعارنا ما هي هذاك الشيء، يعني فور ذا كواليتي والشغل اليدوي والتطريز، يعني اتس جود فاليو، ما احنا فوق ولا احنا صح. يعني صحيح. طيب على طاري هذا الشغل، انت استخدمته مثلا، تستخدم الطابعات ثلاثيه الابعاد او تستخدم اي تقنيه جديده مثلا في التطريز، خاصه انه انت مركز على، يعني هذه صراحه انا مش عارفه هي رسمه ولا هذه كانت بدات ولا احنا بنبدا برسمه وبعدين بنكمل. أيوة. عشان كل شيء لازم يكون اوثنتيك، يكون اوريجينال. نبدا برسمه، من بعد رسمه التطريز يبدا. التطريز مش الكمبيوتر، التطريز اليدوي يدوي. يعني حافظين على العمل اليدوي.
بروسس جدا طويل بس مهمه كمان الواحد يميز بنفسه. بدل ما تبين تطريز شكرا بين لوحه يعني. لا شكرا شكرا. ما شاء الله انا يعني محظوظ عندي مطرزين ممتازين، واتمنى انه الناس يعني كمان تشوف انه ايش احنا قادرين نسوي يعني. فانا هذه هي المسج حقتي من بدايه كتوبي انه ما شاء الله عملنا كولابريشن مع فان كليف ومع بولغاري. ايش نوع الاقمشه اللي اعتمدتها في هالكولكشن؟ طبعا الكولكشن هذه كنت ابغاها تكون يعني ايفنينج اكثر، ففي المخمل وفي الجوتن ساتان خامات اكثرها بارده. طبعا المخمل دحين صار مره يعني ان ديماند، الزبائن كثير بيطلبوها، فقول له ندي كمان ار اون تيك على الموضوع. احنا مصين على كنبه مخمل علشان الشتاء. اي وقت. غرامك بالياقات والتصميمات الغريبة اللي فيها يعني، هذه هي بصمتك الأساسية يعني. صح. بديتها بالكولكشن أو التشكيلة الرجالية واستمرت معك حتى القمصان والتشكيلة النسائية. ليش؟ بدأت الدي ان اي حق البراند حق توبي هو التوب. فكله جاي من الشورت، ثيابي معروفة كشورتس يعني، بعمل لك شورتس، فكله مستوحى من الدي ان اي حق توبي، فكل شيء له علاقة ببعضه. حتى لازم قمصان انت كمان صممت قمصان. بعمل قمصان صح. غير الثياب صممت قمصان جميل. نعمل دحين ريدي تو وير قمصان كمان. الفكرة هي الواحد يكون مصمم، يكون مصمم. صح. مش يقولوا يعني توب ديزاينر ولا عباية ديزاينر، مصمم مصمم. صعب انه ما يحتكر في زاوية ضيقة او يحكر نفسه. ايش هو؟ سوري؟ ايه تفضل. لا أنا قلت رأيي. طب ما لاحظت أنه موضوعنا اليوم كثير ركز على الانتظار، هو ينتظر زهرة الليلي عشان تكبر والفنانة التشكيلية كمان على موضوع الانتظار. الناس لما تنتظر الشيء تستلذ به أكثر يعني. الليلي لما بتجي يعني يو لوك فورورد لما تفتح، فهي هذه الفكرة أنه الواحد يعني لازم يستلذ بالأشياء ولازم يو هاف تو سيفر ذا مومنت، فهي هذه الفكرة مع الليليز. ممتاز ممتاز. طبعا احنا نشكرك المصمم السعودي مصمم الازياء حاتم اسلام. شكرا شكرا لوجودك معنا. شكرا يا حاتم.